سلام سلام، مرحبا بك في البوت فوكال. الله يبارك فيك. خلو لي تليفون ديالنا بزاف ديال الرسائل. ابو مستعده تجاوبي عليهم ان شاء الله. واش عمرك فكرتي تحبسي المانكينه باش تفضي الحياه؟ المودلينغ لا فيريتي هو كيجري ليا في العروق ديالي، لان بيسبي هو اول اكسبيريونس بروفيسيونيل بيسبيها فاش كان عندي 18 عام. دونك عندي واحد المكانه كبيره، مي ما بقيتش كنديرو بحال قبل. دونك كنديرو مره فاش كيعجبوني دي بروجي زوينين، دونك كنديرو، مي ما كنديروش كاكتيفيتي برينسيبال في حياتي. شنو بدل التمثيل في الشخصيه ديال سالم؟ التمثيل هو واحد الاكسبيريونس زوينه بزاف، لان فاش كتقمصي واحد الشخصيه اللي ماشي هي انتيا، كتدخلي فهاديك الشخصيه وكدير راسك في بلاصتها. دونك هيومينمون بارلون كيزيدك واحد الاكسبيريونس وواحد لومباتي اللي تقدر تكون عندك ولكن مازال كتزيد تكبر. فين كتلقاي راحتك اكثر، ممثله ولا مانكه؟ بجوج كيعجبوني بزاف، ولكن كما قلت لك التمثيل كيطلب واحد المجهود اكثر. دونك كاين واحد التشالنج، كاين واحد العمل اللي ديما خاصك ديريه. المودلينغ مانكينه فاش كات في الاول كيكون بدات صعيب، مي اون فوا كانت تتعلمي لهذا الميتي صافي كتولي ساهله، كتولي ديما كديري تقريبا لا ميم شوز، ولكن التمثيل كيطلب ديما مجهود اكثر. واش كتوقعي شي نهار غنعاودو نشوفوك مانكا؟ جيسبر. الدور ديال سلمات ابو البنات واش اثر عليك شويه؟ لا، ما اثرش على الشخصيه ديالي. عجبني هذاك الدور بزاف، لانه دور ام، دور ام كتبغي ولادها، كتحمي ولادها، واخا بعض الخطرات كتحميهم بواحد الطريقه اللي بتاتخ مش اكثر من اللازم، ولكن انا كأم فهمت هذيك الشخصيه. واخا الدور ديال الرقيه ماشي هو نهائيا سناء وابتسام، ولكن داك الدور عزيز عليا بزاف وعجبني نتقمص هذاك الدور. وي تقريبا بنتك حتى هي تكمل في لو دومين ديال مانكين؟ انا ديما كنقول لولادي الحاجه الوحيده اللي بغيت هما يكونوا سعداء في حياتهم ويختاروا شي حاجه اللي يديروها اللي تعجبهم وتناسبهم. دونك اي حاجه اختاروها في حياتهم انا غادي نكون معاهم وندفعهم باش يديروها. الاعمال اللي خدمتي، اين هو الكود كور ديالك؟ كود كور سلامات ابو البنات، الدور ديال الرقيه عجبني بزاف، ولكن دار ضمانه عجبني، لان درت واحد الشخصيه اللي هي بعيده بزاف عليا، كان خاصني ندير واحد اللهجه، واحد لاكسون، وهذاك الدور سي فري كان كود كور. سلام، فايت لك ندمتي على شي اختيار درتي؟ بحال جميع الناس، غير هو شكون حنا فاش كنديروا دي زيكسبيريونس كساسوان احنا دي زيكسبيريونس مقتنعين بهم ولا نادمين عليهم، هذاك هو هذاك الشيء هو اللي كيعطي له ريزولتا ديال الشخص اللي حنا اللي كيعطي دابا. دونك الا ما درناش دوك زيكسبيريونس غنكونوا اشخاص اخرين، دونك ما عمر واحد خاصو يندم على لي زيكسبيريونس اللي دازو، لان كلهم كيكبروه وكيجعلوه شخص احسن.